وزير التعليم الدكتور رضا حجازي. ربما خلينا نتابع تفاصيل المؤتمر اللي عمله امبارح، واللي كان مؤتمر في منتهى الأهمية. المؤتمر ده شرح فيه مواصفات ورقة امتحانات الشهادة الثانوية وطريقة التصحيح، وقال إن امتحانات الثانوية العامة في هذا العام هتكون أوبن بوك. الطالب هيتسلم ورقتين في هذا الامتحان، ورقة بابل شيت للاختيار من متعدد، ورقة تانية للإجابة على الأسئلة المقالية. تفاصيل أكتر في سياق هذا التقرير. عدد الأسئلة اللي عليها درجة واحدة 44 سؤال. في الاختيار المتعدد هيبقى فيه 44 سؤال عليهم درجة واحدة. السنة اللي فاتت كان العدد ده أقل، كان اللي عليه درجتين أكتر، فلما دخلنا المقالي خد وحيز شوية، بقت الأسئلة كلها إيه؟ اللي عددها بدرجة واحدة أكتر، ودي عطية أريحية أكتر للطلاب. عدد الأسئلة بدرجتين 12. نيجي بقى للمقالي، الأسئلة بدرجتين 3 درجات، الأسئلة بست درجات واحد، العدد الأسئلة الكلي، المهم في النهاية الدرجة كام؟ الدرجة كام؟ 80. التعليق اللي تحت ده أهم واحد، بيقول إيه بقى؟ سوف يشمل الامتحان عدد 4 أسئلة مقالية تمثل درجاتها 15% من الدرجة، منها سؤال التعبير بست درجات. يبقى إذن معنى هذا أن الطالب هينتج موضوع تعبير وعليه كم درجة؟ 6 درجات. وثلاث أسئلة كل سؤال بدرجتين توزع على فروع المادة، وسوف تتضمن أسئلة القراءة، وسوف تتضمن أسئلة القراءة الأدبية سؤالا من القصة المكررة. يبقى معنى هذا أن الأسئلة هيبقى فيه سؤال على مين؟ على القصة المكررة على الطلاب. ده بالنسبة للغة الإيه؟ العربية. اللغة الأجنبية الأولى المواصفات بتاعتها كلها زي بعضها، سواء الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية كمادة لغة أولى. نوع الأسئلة اختيار متعدد، عدد أسئلة بدرجة واحدة 32 سؤال، عدد الأسئلة بدرجتين 5 أسئلة، عدد الأسئلة بأربعة مفيش، العدد الكلي كذا، يبقى الدرجة الكلية 42. نيجي بقى للإيه؟ للمقالية. هتلاقي عدد الأسئلة بدرجتين 2، وعدد الأسئلة بأربع درجات هيبقى 1، وفي الآخر 8. التوتال يبقى عندي كام؟ 50 درجة، وهو فعلا اللغة الإنجليزية أو اللغة الأجنبية الأولى من 50 إيه؟ من 50 درجة. تعالوا بقى نقرأ الكلام اللي تحت الجدول ده اللي هو بيوزع للمقالي عشان الطلبة تبقى عارفة هذا الكلام. تشتمل عدد 2 سؤال مقالي لكل سؤال درجتين. تقيس هذه الأسئلة درجة الطالب للقصة المكررة بأسئلة تقيس المستويات العليا للتفكير. احنا المواصفة في حيث المستويات العليا للتفكير زي العام الماضي تماما، مفيش فيها أي اختلاف، نفس المواصفة بالظبط. الحاجة الوحيدة اللي فيها اختلاف هو إن في 15% أسئلة مقالية علشان موضوعات التعبير اللي أنتم شفتوها والحاجات اللي لازم الطالب ينتج فيها الإيه؟ الإجابة. والتعبير عن رأي الطالب، بالإضافة إلى سؤال للتعبير 4 درجات، حيث يكتب الطالب مقال أو رسالة بريد إلكتروني إيميل يتراوح ما بين 150 إلى 250 كلمة، وذلك وفقا لطبيعة الإيه؟ المادة ومحتوى كل لغة، ويكون اختيار الموضوع من الأحداث الإيه؟ الجارية أو الاهتمامات التي يستطيع جميع الطلاب التعبير عنها، وتمتاز بعدم التحيز لأي فئة أو نوع أو ديانة. يعني وأنت بتحط هذا الموضوع يبقى ملوش علاقة بهذا الكلام. أما بأسئلة الترجمة فسوف تكون ضمن الأسئلة الموضوعية، يبقى الطالب هنا مش هيجي له ترجم، هتبقى جوه الإيه؟ هيسألك يقول لك كلمة كذا معناها وألف باء جيم دال. ندخل ثالثا بقى اللغات الأجنبية الثانية اللي هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية والصينية. اختيار من متعدد، عدد الأسئلة اللي عليه درجة واحدة 28، عدد الأسئلة بدرجتين 3. نيجي للمقال، هنلاقي عدد الأسئلة بثلاث درجات 2، المجموع في النهاية هيبقى كام؟ 40 درجة. نقرأ بقى الكلام المهم اللي تحت. تتضمن الورقة الامتحانية سؤالين مقال لكل منهما 3 درجات، الإجمالي 6 درجات، وهي كالتالي: سؤال إنتاج كتابة يكتب الطالب من 25 ل 30 كلمة في إطار الموضوع المطلوب مستخدما عناصر المعطاة في السؤال.
سؤال رسالة بريد إلكتروني إيميل يقوم الطالب بالرد عليه بجمل كاملة وفق المطلوب في السؤال في هذا في كل مواد اللغة الثانية ما عدا اللغة الإنجليزية التي يكون السؤال فيها يتضمن نص قصير يتراوح عدد كلماته من 80 ل 100 ويقوم الطالب بالإجابة على ما يطلب منه من خلال هذا النص.